السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مجددا في برنامجكم الرمضاني الفرصة. رانا مقابلين المركز التجاري كريست لاين، راح نروحوا ليه مع بعضنا، ندخلوا الأروقة، نطرحوا أسئلة ونلقينا أجوبة. كاين فيه شاريو مع عمر. يلا يلا تعال. صباحكم بالخير البنات. عايش صباح النور. نهارك زين. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير بنت. كم ملاح ولفتوا شوية في المركز التجاري؟ مو لفت، ديجا نجي هنا كليون تسمى. واش ديروا في واش ديري في حياتك؟ نقرا ماستر فرنس. بسم الله ما شاء الله. وعندي صالون دو بوتي. وانت؟ انا اتيديونت هنايا، مي لا بروميير فوا نجي لكريست لاين. عجبك شوية؟ اي صافا الحمد لله. لقيتي في حاجتك؟ اي خلاص. درك انا راح نقول لكم اسئلة. هو أول سؤال، مش أسئلة، سؤال في برنامج واسمه الفرصة، صح؟ إذا ربحتوا، إذا ربحتوا المرحلة الأولى نعطوكم هدية، وإذا فتوا المرحلة الثانية وجاوبتوني على السؤال الثاني راح نتعمروا شاريو ب 400,000، نفصهم ما يلحقش 400,000، أوكي؟ كون يفوت 400,000 ما إن شاء الله، لا الأول سهل خلاص، الأول يقول. الأول يقول بماذا سميت ولاية ورقلة بعد الاستقلال حين كانت تجمع كل ولايات الجنوب؟ نعود لك السؤال، يقول بماذا سميت ولاية ورقلة بعد الاستقلال حين كانت تجمع كل ولايات الجنوب الشرقي؟ ما عنديش فكرة. محاولة ما عنديش فكرة. بنتي منين انت؟ منين؟ من الواد. خيار الناس من الواد، خيار الناس بنتي، المفروض يعني مش ورقلتي ولا ورقلتي او راج مخاطي خاطي. خلاص ما تورق ولا تورق، معليش انتم ما جاوبتوش، ما نخلوكمش هكا فارغين، ما نخلوكمش هكا، نجيب لكم هديه من شركة التفاح الأخضر لمواد تجميل، هي مواد طبيعية مدام. انتي نصابولك في الصالون، يتو هي كلها مواد تجميل طبيعية. بصحتكم فوالا. وش نقول لكم؟ رمضان كريم، واعطونا كلمة لكل الجزائريين. إن شاء الله رمضانكم مبروك لكل الناس الكل، أمة محمد الكل، وفوالا. فوالا، بنتي. رمضانكم مبروك. تعودوا بالصحة والهنا إن شاء الله، وكل عام وانتم بخير. شكرا، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. اسم الكريم؟ صالح إبراهيم. مينك أنت سي صالح؟ من ورقلة. من ورقلة، بسم الله ما شاء الله. بارك فيك. وطبيعة العمل تاعك؟ أستاذ. بسم الله ما شاء الله. فيك. مباشرة راح نروحوا للسؤال، بماذا سميت ورقلة بعد الاستقلال حين كانت تجمع كل ولايات الجنوب الشرقي؟ مدينة الواحات، يعني ده صحيح فقط. هي سميت بولاية الواحات بعد الاستقلال. هي سميت بولاية الواحات بعد الاستقلال. بارك الله فيك. الهدية الأولى راهي عندك. رايحين نروحوا للمرحلة الثانية. ما هي البلدية الأكثر ارتفاعاً على سطح الأرض في الجزائر؟ تكون في ولاية بلدية جبلية، هي أكبر لا على سطح البحر، يعني ارتفاعا على سطح البحر. عاود لي تمرست. أعطيني البلدية فقط. تمرست على بالي. لا تمرست ولاية. أنا قلت سؤال محدد، ما هي البلدية الأكثر ارتفاعا على سطح البحر في الجزائر؟ هي خلاص في تمرست، يلا قل لي على البلدية. معليش انا ما نخليكش تروح فارغ، نعطيك لو برومي كادو تاعك، تستاهلو يا استاذ، هو هديه من منتوجات لايف لمواد تنظيف. شكرا شباب، تفضل استاذ، ربي يبارك فيك. شكرا جزيلا، وربي يحفظكم ان شاء الله، ومدى بينا حسك ما هذه على الاقل الناس تشارك فيها وكذا وتفرح، نكونوا سعداء ان شاء الله في هذه. اللهم امين يا ربي، وربي يحفظكم ان شاء الله. اللهم امين بكم بك الجنة. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. وعليكم السلام. السلام عليكم شباب. الله يبارك فيك.
كيف حالك؟ الحمد لله بخير. وجزاه الحق. عباكم لاباس؟ والله غير فيني عباس ولا عليك. الله يعيشك الحمد لله. السؤال الأول يقول: أي من الدول التالية فيها أكثر عدد من السكان؟ نعاود لك السؤال. أي من الدول التالية فيها أكثر عدد من السكان؟ المغرب، تونس، سوريا. أعتقد المغرب. سؤال صحيح. خلاص سؤال صحيح وسؤال سهل في المتناول شبه الصح. نفوتوا للمرحلة الثانية. أنت ديجا عندك أنكادو من المنتوجات لايف للتنظيف. صح. نروحوا للسؤال اللي كون جاوبني عليه نعطيك الشاريو تعمر لي فيه 400 ألف قضية. إن شاء الله. إن شاء الله. تعرف شوية الجغرافيا في الجزائر؟ مطلع يعني وسافرت في عدة ولايات. جميل. سؤال يقول: ما هي البلدية الأكثر ارتفاعا على سطح البحر في الجزائر؟ البلدية. صح. ما هي البلدية الأكثر ارتفاعا على سطح البحر في الجزائر؟ أعتقد أن الولاية. أنا دول الولاية. الولاية سي طمراس. منراس مفروغ منها. البلد. هذا نصف الجواب. أعطيني البلدية. البلدية لأنه ما عنديش مدة طويلة من اللي كنت في طمرست، نظن هي في تاضروت. بارك الله فيك. هي تاضروت. هيقولوا لها تاضروك بالكاف. تاضروك. صح. وهي مرتفعة على سطح البحر ب 1827 متر. يعطيك الصحة. معناها البلدية هي الأكثر ارتفاعا في الجزائر. تادروت. تادروك. صح. جيبوا له الشاريو وباش نهز لك لو مورال. جيبوا لي الهديه الاولى تاعو. يلا هذه 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 هديه المنتوجات لايف. هذه منتوجات لايف. لي هادما هادو هادوما هذا مناعم. الله الله. هادوما للزوج. هادو خاطيك. هادوما انت خاطيك. دارك دارك. نفهمك مليح. خلي هذه دو كوتي. هذه ماشي محسوبه. هذه هديه من عند منتوجات لايف. اوكي. خلاص الدقيقة وجانا عز الدين. يلا عز الدين يعطيك الصحة. الله يسلمك. رابيد باريسي كلش. اكتوني سبورتيف اليوم ان شاء الله. راني نشوف قدرة. والله جميل. سما رحت شريت واحدة للمرأة واحدة للأولاد. جميل. تعرف تخمم. بسم الله ما شاء الله. ربي يبارك. ان شاء الله ما حبيش ندخل بزاف في ليزارتيكل بزاف باسكو. داكوغ. لا لا ان شاء الله انا لا لا ان شاء الله انا ما يفوتونيش. ان شاء الله. انا كي ميفوتليش 400 الف حلال عليك حبيبي. ان شاء الله. هيا نروح لاكاس شوف واش كاين وارواح. يلا فرحني. شوف فرحني. 391 الف. مبروك عليك حبيبي. الف مبروك عليك عز الدين. بصحتك. راك باطيت لوروكور. راك باطيت لوروكور. مازالت حلقات اخرى ونشوف واش كل يغلق 499 399 399 خلاص 399. راك باطيت لوروكور عز الدين. ان شاء الله. اعطيني كلمه للعائله الجزائريه. نتمنى العائله الجزائريه تفوت رمضان سعيد. اللهم امين. امين ان شاء الله. العام اللي فات كنا فيه مع فيروس كورونا. ان شاء الله العام هذا يكون ان شاء الله ان شاء الله يكون زال الوباء. ان شاء الله يا عزيزين ربي يرفع علينا وعليكم كل بلاء ان شاء الله وتعاود ترجع الفرحه للجزائر. وبصحتك
ورمضان كريم وصحة فطورك. 395 والله العظيم غير الركوره. المهم بهذا لو شيفر هذا عقلوا عليه، نشوفوا غدوه لا حب ربي وبقينا من الحيين، لا يجيب واحد فوقه ولا تحته ولا يروح له الشاريو. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. صحة رمضانكم، صحة فطوركم، السلام عليكم.